اش من فيديو بغيتو؟ شوفوا المسامحة، لا تقولوش بالبطوطة ماتت وما ودعتناش. قلت النادية شوفي حويجاتي صرتو من امي. ما تديني الحبس تقع. جابت لي دولي برين وجابت لي اريو مينين اريو اريو بيل اريو بيل وجابت لي هذا سميتو روميسين. ها هو تا جربته فيا خوتي وقال شافت القضيه حامضه قالت لك القضيه ما هياش. جابت واحد نص كيلو تاع الليمون ضربت جوج الويمينات القضيه ما نفعتش. وجابت لي هادو فيتامين سي مصوره فيهم نص ليمونه تاع النافيل داك الليمون اللي كتجيب امي من السويقه. واه وفي الاخير بغات تجرب فيا عاوتاني هادي. لا اللي نوضني شوي واخا دابا راني طايبه بزاف ولكن اللي نوضني هي هادي. بالنسبه تنسي شرب الدوري لا هادي اللي هادي اللي كتناسبني. البارحه خوتي الفيديو اللي درت لكم تحممت وراكم عارفين هي عندها الدار فيها السخونيه وخرجت برا حيت ما عنديش الريزو هنا في الدار. عندها الويفي وعندها الريزو ديال التليفون ما كيشدش وجابت لي الزبيب قالت لي باش دوزي الامتحان. امي عطاتني نص كيلو تاع الزبيب وجيت انا الاخرى في المدرسه. كيفك العقل؟ كيفك العقل؟ الزبيب كيفك العقل؟ لا ويفك الجيب. قال لك على الزبيب الله واخا توكلني انا امي حتى الرويضه تاع الشاكمه. ودارت لك واحد الصويبه ما نعاودلكش صح كتحمق. واحد عمتي الله يذكرها بالخير في العروبيه نعست مسكينه في السبيطار كانت ولدت ومات ليها بنادم ما صدق ليهاش حيت مرا كبيره وولدت على خر ما ولدت. ايوا اول مره غتصايب ليها امي عصير التفاح والبنان. دارت لها عصير التفاح والبنان ودات لها فواحد القرعه بارد كان الصيف. ايوا شافت داك العصير عمتي عندك عاد شوف شوف الفيديو. لا عمتي في العروبيه ما تعرفش واتساب ما تعرفش مسكينه. ايوا تشوف داك العصير وهي تقول امي سيري عفاك جيبي لي قرعه الماء. صيفطات امي امي خرجت شات تقلب الماء على نيتها حدا السبيطار السبيطار الكبير الخميسات راه عارفينو الناس. مشات تقلب امي مسكينه على الماء نوضين هي شدات داك العصير مشات خواتو وزادت فيه الماء ودارتو تحت ناموسيه. تا دازت يمكن شي سيمانه ولا ما نعرفش شات امي قالت لها عطيني داك القرعه اللي جبت لك فيها العصير دير بحال الطيرموس ديك كتخلي العصير بارد. كان كيدي فيها با داكشي الخدمه ملي كان تيخدم با كان تيخدم في الجبال وتيطلع في الركايز كان كيخدم في الاتصالات داكشي تاع التليفونات وكيصايب الركايز ديال الضو ديال الضو. ما تديوش عليا راه شاربه الدواء بزاف راه من الصباح هي تعطيني الدواء ضربك الضو. وكان مسكين كيطلع في الركايز وداكشي وكان عنده داكشي باش يدي الماكله سخونه فاش يدي الماء. وقالت لهم ما شفتوش تعربت كانت غتقتلني. قالوا لها مالك؟ قالت لهم راه جابت السم بغات تقتلني هو راه عصير التفاح والبنان. شي حاجه بقات الهضره كدور كدور حتى وصلت عند امي. شي حاجه غريبه عليها آه. والله عصير التفاح والبنان كتصحاب امي بغات تقتلها. الناس الكبار راه كيعرفها يا هاد الفيديو اللي بغيتو هو هادشي اللي كاين. تنوا مني شويه ها راه ما قدرتيش تصوري. تنوا مني شويه راه كنقول لهم تنوا مكملتي تنوا مني خوتي تنوا شويه اخويا تكون مريضه. امي كتحماق عليا ملي كنمرض كتقول لي مرضاتك زوينه رغم انني السخانه شي مره كتوصل ليا حتى 40 دابا تكون اكثر من 40 فيا ياك ها تكون اكثر من 40 فيا دابا كانت فيك السخانه لا حتى دابا دابا راه غنط بالدرع وبهاد الصوبه وداكشي باش نتوكل. بغيت نجمع الكوراج زعما باش نخرج باش كدا راه علامات الموت راه شوفي وجهي كيصفر. الله يستر شي رجليا باش بردو بردو. صيفطت لاختي لمرتك صيفطت لها الادريسه تاع الدار وصيفطت لها رقم الزنقه وصورت ليها وصيفطت لها بالضبط لابليكاسيون فين راني. مشات ليها لابليكاسيون شافت السداري فين مغطى قالت لي راه عندك كاشه زرقاء. لا زادت فيها الكذب لا مشيت هذيك الدرجه عرفتني بالضبط فين راني. قالت لي بالاماره واحد الزنيقه قالت لي كدوري كاين واحد الفارماسيان دوري نيشان دور عليه يدك اليمين. قلت زعما تا لا داموا الامانه امانتو صيفطي بعد هذوك الحويجات يمشي واخا ما يجي قد حتى شي واحد خميش نعاود فيه البيع. هادشي اللي كاين اخوتي دارت لي شنو درتي لي طفيتي داك الضو يجي الظلام كنت نتمنى تخليه دوري مورايا نطي طفيتي كنت نتمنى يبقى رد بابا دابا ما كيشوفو والو. داك هو اللي كان نافعني والله العظيم. شوفي المشاهدين شاهدين عليك راه عندي واحد 400 ريال المغرب جايبها معايا تيناوي يديني الحبس ديك 400 ريال صيفطيها لامي راه فيها في الروج ب 380 وشيط لها درهم.
خاص البورة بيرتا يا شتي كون خليتيها لنا قبيلة 400 درهم توصل لمي. ما عمركش شي واحد مريض بلا ما تحقي ملي كتعقدتي منك يا خويتي شتي ديك الكوكوت اللي عندها قالوا لها في كومونتير انت يا حاد قالت هي الكوكوت ما عندهاش حتى الودنين وقالت لك شتي ديك الكوكوت قالت لك النهار اللي رحت راه عندها الكوكوطات عند اختها كتسكن قريبه ليها دات ليها كلشي الكبار الصغار كلشي جديد باقيين بالكرطونه شفتهم انا بعيني ياك قالت لاختها خليني ما عن عندك رانا الله كريت جديد يلا شدات الدار جديد قالت لك خفت نزيد شي قنت ما عنديناش نجيب ما عني وطيبات مسكينه بديك الكويكيته الكوكوط ما تنستعملهاش انا قليل راه انا مزوينتها قليل تنستعملها طيب واش بغيتي لها الودني تبقى تسمعك اش كديري ويخرق على راسو هذاك اللي قالها وراجل انا قاعده نشريه كل كوكوط ديالي وراجل قال لي هيا وقال لي بعدا شوفي ربي ما نجيبها راه خليني نجيبها له وانا مزيان خليني نعيش كيتسناوني نضحكهم شويه خليني نعيش شبويني شبويني عبر ديك البكا اختي هاتوما خويتي ها الكويكيتا حق الله الا قرطاها شوفوا كي حكاها على مزوينتها المشكله الكوكوط شحال عندها من عام عندها شي 12 عام ورا تبارك الله 12 عام راه واخا تحكيها راه ما تبانش جديده لان قديمه وكنت شوفوا الصوبه راه وجدت بجوج ثواني لهنا يكون عندها الودنين تكون فيها غير فايده امو الكومونتير بقى تعير انا قاده نشري انت وبلادك انت وحالو ديال الكوكوطات وبقى طلع فيها الليل كامل قالت لك علاش قال لي الكوكوط ما عندها ودنين ونقيه وحاكه وكلشي غنحطهم فيديو هكا بغاو يشوفوني شنو ندير لهم انا شوفوا دروك غادي نسالي الصوبه نشرب رقم واحد ونشرب رقم جوج وغنشرب رقم ثلاثه ونشرب رقم ربعه وخمسه عداكو تخليوني في الطاليان يا يمه انت ويدفنوني في شي قنت ما نعرف حد عداكو راه امي تحماق عليا ودني منكم والله اخوتي مي كانت فيا السخانه قبيله فكرت واحد الحاجه خايبه قلت ويا ربي الحبيب طول ليا في العمر راني اللي هزه امي وبا وخوتي اللي تنعاونهم الدارنا انا مشيت لهم انا مشى لهم كلشي غنطيح عليهم دابا الضيم قلت لهم يا ربي الحبيب كون عا كان معايا شي خويا هنا نقولوا ماشي مشكل كاين واحد اخر يتكا عليا ولكن راه الخوت راهم في المغرب راه بنادم راه قاس راه ما خدام ما ردام وطلبت ربي يزيد لي في العمر على امي وبا صافي قلت له غير يكونوا من بعد مرتاحين وشي واحد معاهم وكذا ماشي مشكل كارثه هي توقع عليا شي حاجه وانا باقا ما درت والو يلا قايله بسم الله الله يمشي المرء ما سيقتلش العمر ما سيقتل ايوا واش غندير الله اختي غنتزوج نكذب عليك اختي جاني رزقي ما نجريش عليه صحتك وراحتك كيجوني الخطاب والله انت طفرتي لا الحمد لله عندي الصحه عندي كلشي حتى راجاك الخطيب راه قال لك ندير لك العرس والعماريه العرس العماريه في العرس ضربت كيلو د الزبيب غدا غدا الامتحان زيد انتوما اللي قلتوا لي حطين شوفوا كتبوا في كومونتيرات قول لها دير لكم الصوبه عرفتي دارت لي واحد الصوبه يا خوتي تلوح الكوكوط انا نوريها لكم وقول لها تلوح الكوكوط تجيب جديده شنو درتي بالضبط درت بصله شويه درت مرقيش درت البر ودرت خيزو درت اللوبيا القاعه الخضراء درت كتحمق ما داقها ما قدرتش نقاومه اللي قلتي ما تتاكلش ما قولبتيني ما عديش معاه وما حساش به شويه ماشي بزاف انا نشرب وقلبي يتقعد راه على مزينتها غدا فطر كبير حتى امي انت مسكينه مريضه كنت حداها كون درتها ليها على مزويناتها يا اختي كنجيب الزينه هي زجاج مسخه قولي لنا ديال القمل نطلع على المسخ اللي تيقول الكوكوط مسخه قولي لنا ديال جبه في الليل وفي النهار شوفي شتي انا ملي كيقولي شي واحد شي كلمه خايبه شكون اللي كيداوي لي جرحي كيداوي لي الاحبه ديالي كبار بزاف حيت انا جمهوري الحبيب والاحبان والناس اللي كيبغيوني راه كاينين دراري كاينين هنا دراري كيتفرجوا فيا في التلفزيون كيديروا فيديويا وكيشوفوني في التلفزيون قالك بغينا نشوفوك نشبعوا كاينين مواتي تيتفرجوا فيا ناس قد الام ديالي كاينين تيتفرج فيا الراجل قد الاب ديالي كيتفرجوا فيا خواتاتي وخوتي يعني دراري صغار من 11 عام 6 سنين 7 سنين كيتفرجوا فيا فهذوك الناس كيداويو ليا الجرح ديالي يعني واخا كيسبني شي واحد كيقول لي شي كلمه خايبه في حقي فراه هما كيداويوني علاش كيداويوني كنشوف كومونتيراتهم كاملين الحبيبه كنحماقوا عليك الحمد لله كيبريو ليا قلبي كينسيو لي في داك المعيور الحمد لله وحده قالت لك
هادي تاع البارح في فيديو البارح قالت لك هاد السنين كلها وانت خدامه فينا وما الفلوس ديري بهم مشروع. كاين شي مشروع احسن مرضات الوالدين؟ لا الوالدين هو الاولين. انا فاش جيت هنا لاسبانيا جيت بتسعود المليون وخليت با مسكين نفرش غير الحصيره في المرح. كيفاش انا نمشي ندير الدار وندير سميتو ندير الدار وندير الطوموبيل وندير نخلي الوالدين مأزمين مورايا ما عندهم حتى باش يشريو قطه النعناع؟ هاد المده كامله درت رضات الوالدين هو هذا اللي في وجهي. دايره شي ماكياج انا؟ مي فقت من نعاسها. ها شي وجه اختي كاين شي حاجه احسن من هادشي؟ هادي رضات الوالدين هاد السنين كامله درت رضات الوالدين. الله يحفظكم لي اخوتي تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. قلتوا لي ارمي فيديو دابا نيتو ها هو الفيديو انا ماشي شغلي عرفتي غادي نحطو ونهرب واحد شوف خليني انا معاك انا غنعلق انت ديري مونتاج وانا غنهرب اختي انا هاربه هاد المره طرقي طرقي نهرب راه هذا ما فيديو ما قلتي طرقي مني طرقي يا جينا داعوا معاه والله الا غدا داعوا معاه الصباح مريضه بزاف والله العظيم ولو تضحك مريضه بزاف انا مرات تقبل منها بيوم واش اش كيحبوني واليوم طاحت هي طرقي طرقي والله غدا حط لهم تي الفيديو انا هاربه هي راه تحط غدا الصباح ان شاء الله لاباس طرقي نهرب نخرج نصور لكم شي حاجه طرقي يومين ما خارجاش الله يعاون خليني معاه